ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل بسيطة وسهلة ولكن بشكل جديد وطعم جديد. معانا في الفاصل شلنا ورقة الفويل وشلنا ورقة الزبدة، بين على الكرنباية بتاعتي واستأذن مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري نشوف الإبداع الطهوي. ريحتك حل، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ واسيبها بقى تاخد وش كرنب. طبعا طبعا علشان نبقى فيه مصداقيه، الكرنبايه طبعا مش هتبقى مستويه بنفس فكره ان انا الفه، احنا بناخد الورقه ونسيب العروق. هنا الكرنبايه كلها بايه؟ ببركتها. شوربه الطماطم على النار، مقادير شوربه الطماطم بالتوست مقاديرها على الشاشه. معانا طماطم صحيحه بنضربها في الخلاط بعد ما نشيل القشره بتاعتها، بيبقى عندنا عصير طماطم، معانا بصل، معانا ثوم، معانا زبده، معانا معلقه معجون طماطم، معانا شويه كرفس حلوين، والكرفس ملك الشوربه. تقدري تستخدمي معلقه نشا لقوام الشوربه، تكتفي بقوام الطماطم اهلا وسهلا. المقادير على الشاشه، وانا للامانه ضربت الطماطم وحطيتها في الحله على النار. بصلايه، تومايه، حبه تعمليها بالزيت اهلا وسهلا، حبه تعمليها بالسمنه اهلا وسهلا. واسيبها على النار تستوي. ايه توابل شوربه الطماطم؟ للامانه بريئه من الكمون، بريئه من الكزبره، هم شويه زعتر مع شويه ملح مع شويه فلفل او ريحان اخضر. بابريكا زي الفل. اما طبعا شوربه العدس اساسي فيها الكمون، في انواع من الشرب مش لازم فيها كمون وكزبره، زي شوربه البطاطس مثلا توابلها ريحان اخضر او زعتر مع كريمه لباني مع ملح وفلفل، اكتر من كده مفيش. شوربه الطماطم تحب البابريكا، تحب الفلفل الاسود، حابه تحطي فيها جنزبيل اهلا وسهلا. ونقلبها على النار كده ونسيبها تستوي. حلو، الطاسه دي على النار، نشيل الشوربه نخليها هنا ونحط دي كده. ايه الدنيا هنا؟ شوف الشوربه وهي على النار فايره، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ لا بالله عليك تولع. حلو، طب نخليها هنا معاكم كده حلوه زي الفل. الله، الشوربه جاهزه، شوف القوام هو ده. نغرف الشوربه بتاعتنا، تستاهل الطبق الحلو ده كده. نعم يا غالي، لسه بدري على الكرنب. كرنب في الدقائق الأخيرة قبل نهاية الحلقة بنطلعه. أنا هغرف الشوربة دلوقتي مع شرايح التوست أو مع رقائق التوست. توست عندنا موجود عندك في التلاجة، أو بتجيبي كيس توست تاخده منه شوية والباقي بتحتفظي بيه. تقدري تعملي عيش سرايا، تعمليه للأولاد كلاب ساندوتش في اللانش بوكس بتاعهم، تعمليه حلو رولز مع موز وتقليه في قلب الزيت. كل دي افكار. جبت كيس توست واضطريتي تجيبيه بسعره طبعا، فتعملي منه اكتر من حاجه بافكار بسيطه وسهله. عايز اغرف الشوربه دلوقتي مع بعض عشان بقى اركز مع البانكيك. حلو الكلام، ادي شرايح التوست بتاعتنا. توست كيكه، دول بيتقطعوا بسكينه، يفضل سكينة منشار. نشيل دي من هنا. في طريقتين لتقديم التوست مع شوربة الطماطم. ممكن ان انا احطه زي ما هو كده على وش الشوربة بعد ما اغرفها، وفي ان انا احمصه مع قليل من الثوم والزعتر واقدمه زي ما انت عايزه. انا بشيل اطراف التوست، بس انا والله العظيم بحب اطراف التوست للامانه، بس ممكن نشيلها كده على جنب ونستخدمها في عمايل ايه؟ البقسماط اللي بنعمله بانيه. شفت ازاي الفكره؟ حاجه جديده اهي. دول اربع شرايح. هتقولي يا شيف مغازي، يعني انا عشان اعمل شوربه طماطم للاولاد اجيب كيس توست واستخدم منه ثلاثه واخلص؟ ما انا قلت لك يا ام تقدري تستخدمي التوست ده في حاجات كتيره وافكار كتيره بسيطه وسهله. هناخد التوست ده كده
في الصينية اللي هندخلها الفرن، بنرصه كده، وبنعمل خلطة من الزعتر أو الريحان مع توم مع زيت زيتون، وبنحطهم عليها وندخلها الفرن تتحمص شوية. أدي الفكرة، وقدمت شوربة بشكل جديد ممكن يكون ولادك أكلوها في بعض المطاعم، إذا كانت بتقدم بالشكل ده أكلوها في مكان تاني، أنت قدمت لهم فكرة جديدة. زي ما هي كده في بولة صغيرة كده، هو ده المطبخ، البساطة السهولة، شوية زيت صغيرين كده، عليهم سنة بابريكا حلوة، عليهم فرشاة، ونحط عليهم قليل من الخضرة، شوية ثوم، ونقلبهم كده. شوف الفكرة جاية منين اهو، نبدأ نعمل كده. الله، بقت تستوي لها طعم تاني خالص. شيل دي من هنا، حاضر عينيا، تاخدها زي ما هي كده. فكرة للتغيير في المطبخ بتاعك لأولادك لأسرتك. ما هو ربنا سبحانه وتعالى عادل للبشر، طماطم في كل المطابخ، بصل في كل المطابخ، ثوم، رز، فراخ، لحمة، ولكن الفكر الطهوي احنا اللي بنطور منه، تنوعك في المطبخ احنا اللي بنطور منه. درجة حرارة الفرن عندي 180. فرصة نشوف الكرومباية بتاعتنا اخبارها ايه. الله، ايه زي الفل، نعمة اهو. شوف الشوربة، الشتاء عايز الشوربة، شوربة عدس، شوربة طماطم، شوربة مشروم بالدجاج. الله، شوربة الطماطم دي لها كذا فكرة. الله، تقدمها معاها كريمة لباني، مع ان انا مش بحب الكريمة اللباني مع شوربة الطماطم، تبقى دسمة شوية. تعالوا مع بعض نعمل بان كيك بقى، ونقف كده ايه، نتفرغ له. مال حلال، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد التوست الحلو ده كده، شوفوا يترسع الشوربة ازاي. اهو، الله عليك، يلا بينا يلا بينا. اهو مراكب مراكب، شفت طبق الشوربة لونه اتغير ازاي. اهو حاجة جديدة، ها، والتوستاية فيها طعم الزعتر والريحان مع التومة مع زيت الزيتون. نشيل دي من هنا، تعالوا نشوف أخبار البان كيك النهاية إيه. معلش هنطلع الأربعة دول وننهي، عشان كده أنا خدت وقت أكتر من وقتي.